الخبر الأول عدنا عن بيزان إسماعيل وأنس الشايب والمقطع الناري اللي نزلوه. في هذا المقطع أول شيء صار بيعلنوا خطوبتهم إنه بس يصير بيزان عمره 18 سنة راح يتزوجون. أما بالنسبة للشيء الثاني فهي نزول أغنية بيزان الجديدة عن أبوها. أما بالنسبة للشيء الثالث والأهم واللي هو عودة باب الحارة. فطبعاً بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفون ليش بيزان وأنس الشايب كانوا خايفين إنه ينزلون هذا المقطع فهو بسبب شركة حيدر جيتار اللي ممكن تطير قناة بيزان حالياً بأي لحظة. طبعاً بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفون شو اللي صاير بيزان إسماعيل موقع عقد ويا شركة حيدر جيتار اللي هي تنتج لها الأغاني مالتها، ولكن بيزان إسماعيل نكلت بهذا العقد وسوت مشكلة ويا هاي الشركة وعافتهم. فهذه الشركة من حقها 100% انه تحذف اي اغنية بيزان اسماعيل مثل اغنية مسيطرة وغيرها اللي حذفت اللي هي. فحاليا على قناة بيزان اسماعيل عليها سترايكين وباقي سترايك واحد وتنحذف القناة مالتها وتنتهي يعني. بيزان اسماعيل وانس الشايب طبعا ما يقدروا يحلون الموضوع قضائيا، فلهذا اضطروا انه يهددون شركة حيدر جيتارة. الطريق طبعا اتوقع انه كل المتابعين لاحظوا هذا الشيء انه بالمقطع اللي نزلوه كان بكمية استطاف مو طبيعي للجمهور العراقي والجمهور الباقي، انه اذا حذفونا هذا المقطع وحذفونا القناة لازم نتهجم على شركة حيدر جيتارة، وهذا الشيء قال انس الشايب اكثر من مرة. برغم انه شركة حيدر جيتارة اساسا ما تعطي سترايكات وانما بس تاخذ الارباح مال المقطع، ولكن اذا بيزان اعترضت على هذا الشيء وتريد الارباح او الفلوس يعني مال المقطع الها، فتوقع الموضوع راح يتحول الى كوبي رايت سترايك وتنحذف القناه. فما ادري الصراحه، اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بحركه بيزان وانس الشايب انه يستعطفون الجمهور العراقي ضد الشركه العراقيه اللي هي حيدر جيتارة. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فجواني نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات كان يقول بيها كلام وهو معصب انه هو خلص بعد ما يقدر يسكت، انه حان الوقت المناسب انه يطلع ويرد، وبنفس الوقت يقول انه القصه لها علاقه بنور مار وامسي وانه اللي صاير شيء حقير. وهي من اغلب المتابعين توقعوا انه جواني حيطلع يفضح بيزان باكر، ومثل ما تعرفون انه نور مار وبيزان عندهم مشكله بيناتهم. جواني يقول راح ينزل مقطع وراح يرد بيه على هواي اشياء، راح ينزل باكر الساعه بالخمسه، راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. كيفكم شو اخباركم؟ اول شيء يسعد لي مساكم، صلوا على سيدنا محمد. يا جماعه الموضوع الوقاحه زاد عن حده، زاد عن لزومه، زاد هيك يعني صار يزودوه اكثر. متابعيني وحبايب قلبي ومتابعين المشاهير راح اذكر اسمهم هلا، سيف، نور، جبارة، بيطار، بدي تستنوا فيديو بكره، فيديو بكره كثير مهم، تنشر الموضوع بكل مكان، الموضوع مو موضوع مجرد اعلان عم بحكي، لا، فيديو بكره راح احكي كل شيء بقلبي، مثل ما تعودتوا علي، ما بخبي عليكم شيء، بس الوقاحه زادت عن حدها، في كثير ناس صارت توقح زياده عن اللزوم، لدرجه انه صارت تقطع برزق ناس ثانيه كرمال هن يبينوا، وهذا الشيء خط احمر عندي خلاص، اللي راح يعجبه فيديو بكره يعجبه، اللي ما راح يعجبه حر هو يطلع من حياتي كلياتها. خلاص فيديو يا جماعه كثير مهم، انشروا الموضوع هذا بكره الساعه 4. هذا رايح صوره وراح احكي كل شيء بقلبي لكم، وانتوا اهلي وحبايبي، انا على طول بحكي لكم كل شيء بقلبي، مشان هيك فيديو بكره مهم بكفي، خلاص. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة انس الشايب، واخفاء الاسم خسرتي حالك من التعليقات اللي عنده. فطبعا بالبداية بيزان اسماعيل هي اللي خفت كلمة خسرتي حالك من التعليقات اللي عندها، ولكن حاليا انس الشايب سوى نفس الشيء وخفى كلمة خسرتي حالك من التعليقات اللي عنده. اما بالنسبة للدليل ندخل على اخر مقطع نزلوه ونزل بيها التعليقات، وروح على كلمة الاحدث اولا. على مود نحفظ تعليق وتعليق الاشخاص اللي القوا ورايا، بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عمو نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب ونزل بيها التعليقات وروح على كلمة الاحدث اولا، راح اشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. هنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر؟ وشو رايكم بحركة انس الشايب لاخفاء كلمة خسرتي حالك؟ هل هو بسبب حب لبيزان اسماعيل وما يرد انه هذه الكلمات تطلع بقناته؟ الخبر الرابع اللي عدنا عن برهوم المعراوي والحادث اللي سواه. برهوم نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، كل ستوري اعلن من خلاله انه هو سوى حادث ويبونا بالسيارة شلون هي انضربت مثل ما شايفين. اما بالنسبة للستوري الثاني فكان يقول بيه انه هو اللحظة كان ممكن يموت، فالحادث كان كلش قوي تقريبا، حط لكم هذه الستوريات تشوفوها. اوكي كب المزح، انا للحظة شفت الموت بعيوني. تمام؟ جاي السيارة كثير يعني هيك بالعرض وانا خلص فقدت الامل، عملت هيك تحت الدركسيون وكنت تفنشت، كان نزل لي نوك فينش من اللي مع الاخر. الخبر الخامس اللي عدنا عن اسو وشنو صار وياها بعد ما توفت بنت خالها. فطبعا بعد ما صار هذا الشيء تقريبا قطعت عن السوشيال ميديا وعن اليوتيوب حوالي يومين، ولكن اسو حاليا نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات توضح بيها شنو اللي صار وياها وشلون توفت بنت خالتها بالكورونا، وهواي اشياء حكيتها راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. هلا حبايبي شلونكم شو اخباركم؟ طبعا سرعة القطعة صار كذا يوم مدى اصور. طبعا منكم يعرفون ومنكم هم متابعين جدد، اكو ناس هوا ما ضايفتني بالانستغرام، فما تعرف بنت خالي توفت قبل يومين بمرض كورونا. طبعا كانت بالمستشفى وتوفت، الله يرحمها يا رب، اكيد هذه الله كتب لها، لا اعتراض. صراحه الشيء حيل قهرني وكلش كلش قهرني، ما تتخيلون ايش قد نحبها ايش قد خوش ابني، يعني جديت اول مره ما اعرف شو احكي والله العظيم. طبعا حبيت اقول لكم انه عاد تشوفون الدنيا ايش قد قصيره وما تعرفون باشر شو يصير.
يعني تخيل والله العظيم كانت تجهز نفسها تطلع من المستشفى. انتو هم دربوا على نفسكم، ما اقول غير هالحكي. لا تقهرون احد، لا تخلون احد يزعل عليكم بابسط واتفه شيء. لا تعصبون على شغلات تافهه وما تحكون ويا اي احد تحبون، كان صديقكم، قرايبكم، اي شيء اي شيء اي شيء، كاخوات. يعني جديات جديات الدنيا صدق ما تسوى تزعلون احد ان كان موقف تافه لو لا. اتصالحوا، اذا اي احد متعارك ويا شخص احبه والله اروح تصالحه والله العظيم. ما والله العظيم ما اعرف احكي، ما اعرف اقول. جديات هاي صار كم يوم احس انا مش انا، احس شي ناقص عباك. يعني تمر الايام شيء غريب والله العظيم، شيء جدا غريب. مدى احس احساس يوم طبيعي مثل كل يوم. ربي يحفظكم احبابكم، اصدقائكم، اهلكم، اقاربكم. ربي يخليكم ياها، ربي يحفظكم جميعا. الله لا يراويكم في يوم زعل قهر. طبعا دا اشعر بشعور جدا غريب، قهر، حزن. كليتنا متأزمين بالبيت، مقهورين عليها لان على غفلة توفت. على غفلة والله العظيم، انا كنت بالدوام على غفلة، اختي خابرتني قالت لي سرة توفت. والله عظم والله عظم ما صدقت. سألت يمكن 10 مرات انه ورد تحكين صدق لو تتشذبين، صدق لو تشذب هذا الكلام. طبعا بليز ترحموا لها وقروا لها الفاتحة. انا هات المقطع حاب اقول قبل مشغله شويه حبايب، اخر فتره دعم شويه نازل فبالنسبه للايكات يعني، فاتمنى تحطوا لايك للمقطع عمود نقدر نوصل اكبر عدد من اللايكات، لانه كل ما نحط لايك المقطع راح ينتشر بشكل اكبر. واذا حابين تعلقون يعني براحتكم، علقوا اكثر من تعليق عمود انه المقطع ينتشر بشكل اكبر. وبس اكون شاكر لكم الف، وشكرا لكم على كل الدعم اساسا. وبس كان اكو فايز من مقطع من نقطه خصاص، ومع السلامه.